الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على أول شهيد من بني هاشم، السلام على شبيه رسول الله ورحمة الله وبركاته. هو أكبر أبناء الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف، وأول شهيد من بني هاشم. إنه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، الملقب بعلي الأكبر. كان الناس إذا اشتاقوا لرؤية الرسول صلى الله عليه وآله ذهبوا لرؤية علي الأكبر، لأنه أشد الناس شبها بالرسول صلى الله عليه وآله في الشكل والأخلاق، فأخلاقه كأخلاق جده، ووجهه الكريم كوجه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وها هو يسمع أباه وهم في الطريق إلى الكوفة، وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. فيقول لأبيه: يا أبتي، جعلت فداك مما حمدت الله واسترجعت. لقد كان يعلم بأن هذه الآية يقولها الإنسان وقت المصائب. فيرد الإمام الحسين عليه السلام: إني قد خفقت برأسي خفقة، أي نمت لحظات، فظهر لي فارس على فرس فقال: القوم يسيرون والمنايا أي الموت تسري إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. فقال علي الأكبر: يا أبتي، ألسنا على الحق؟ قال الإمام الحسين: بلى، والذي إليه مرجع العباد. فقال: يا أبتي، إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أو وقع علينا. فقال الإمام عليه السلام: جزاك الله من ولد خير ما جزي ولد عن والده. وابتسم الحسين فرحا بشجاعة ولده وقوة إيمانه. وفي يوم العاشر من المحرم، وبعد استشهاد أصحاب الحسين، بقي أهل بيته، فكان علي الأكبر أول من طلب الإذن بمقاتلة الأعداء، فأذن له الإمام الحسين بالقتال. وعيناه تدمعان حزنا عليه، وحين ذهب علي الأكبر لقتال الأعداء قال الإمام الحسين: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. ثم قال الإمام الحسين عليه السلام بصوت عال: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظني في رسول الله. أما علي الأكبر فأخذ يقاتل بكل قوة وشجاعة وبطولة، فقد كان يرفض يزيد ويرفض حكمه، وظل الأكبر يقاتل، واستمرت المعركة، وقتل عددا من الأعداء. ولأنه لم يشرب الماء رجع إلى أبيه الحسين وطلب منه أن يسقيه الماء، فقال لأبيه: لقد أجهدني العطش يا أبي. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: اصبر يا حبيبي، فإنك بعد قليل ستلقى جدك المصطفى وسوف يسقيك من ينابيع الجنة. فودع علي الأكبر والده وعاد مرة أخرى إلى قتال جيش عمر بن سعد، وحارب الألوف بشجاعته التي لا مثيل لها، وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، أضربكم بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. وبينما كان علي الأكبر يقاتل الأعداء إذ قتل منهم عددا كبيرا، فكر أحدهم بالغدر فحمل رمحه ورماه من الخلف فأصابه في ظهره، وهجم آخر عليه فضربه على رأسه بالسيف، فاعتنق علي الأكبر فرسه فحمله فرسه إلى معسكر الأعداء، فجعلوا يضربونه بسيوفهم دون رحمة. فنادى والده ليودعه قائلا: عليك مني السلام يا أبا عبد الله.
فجاء الحسين مسرعا نحو ولده علي الأكبر، وحين وصل إليه قال: قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجاءهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول صلى الله عليه وآله. وسالت الدموع من عين الحسين عليه السلام، ثم قال: على الدنيا بعدك العفا. حمل جسد علي الأكبر إلى الخيمة، فبكته عمته زينب وجميع النساء، فهنيئا للأكبر الشهادة في سبيل الحق وسبيل الله عز وجل. كما توجد مسابقة يومية على إنستغرام المأتم، وهي عبارة عن سؤال على هذه القصة وجائزة تثقيفية عن واقعة الطف.